من الأدعية العظيمة التي نكررها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكما كان يقول لعلي رضي الله عنه: يا علي سل الله الهدى والسداد. بل أعجب من هذا وأصرح أن الله أمرنا وأوجب علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة كانت ونافلة، أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربي لا نعبد إلا أنت. وهذا إعلان التوحيد لله. نعم. وأيضا لا نستعين إلا بك، لأننا نعلم أن الهادي هو الله، الموفق هو الله. ولهذا أعنا يا ربي على الاستقامة على طاعتك وعلى أمور الدنيا والدين. ثم أكد هذا بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. سبحان، حتى هذا في حق المهتدي المصلي، كيف يكون هذا؟ قل نعم، لأن الهداية تعني معرفة الحق والتوفيق للعمل به. فأنت قد تعرف الحق لكن لا توفق للعمل به، فأنت تقول: يا ربي اهدني للحق، عرفني به ووفقني للاستقامة عليه. بارك الله فيك.